إن سلسلة الجبال العمودية في هذه المنطقة تمثل حاجزاً حدودياً طبيعياً يفصل جمهورية قرغيزستان عن أوزبكستان، وكذلك كانت من قبل في عهد ذي القرنين تمثل حاجزاً أو حداً فاصلاً بين قوم يأجوج ومأجوج من جهة قرغيزستان وبين مملكة ذي القرنين من الجهة الأخرى، إلا موضع ممر جبلي يقع بين جبلين متقابلين كان يعبر منه هؤلاء القوم ليفسدوا في أرض مملكة ذي القرنين من جهة حدود أوزبكستان الحالية. وقد أقام ذو القرنين هذا الممر الجبلي بالحديد وجعله شبه قائم عموديا كباقي الحواجز الجبلية الطبيعية المتصلة به في هذه الحدود، وبذلك قطع عليهم الطريق. إن الخرائط القديمة لمملكة ذي القرنين الملك قورش تظهر الحد الشمالي الشرقي مارا بهذا الردم المشار إليه على الحدود القرغيزية الأوزبكية. في بداية القرن الثالث الهجري في ظل الخلافة العباسية وصل سلام الترجمان وكتيبته بعد رحلة استمرت عامين، بدأت من العراق وانتهت إلى هذا الردم، ثم عادت بالخبر اليقين للخليفة الواثق بالله بالعراق. سطرت كتب التاريخ والجغرافيا قصة سلام الترجمان، وحددت المدن التي مر عليها والطرق التي خاضها، وأشهرها طريق الحرير. وعند تتبع هذه الطرق وتلك المدن تم تحديد ردم ذي القرنين من خلال جوجل إيرث بالموقع المشار إليه. عند مطابقة رسم موقع الردم مع صور جوجل إيرث ظهرت مطابقة شبه كاملة، سواء في الجبال الثلاثة الواقعة أمام الردم بالإضافة للوادي المار بين الصدفين الواصلين للردم. نحن الآن نتحرك لردم ذي القرنين عبر جبال قرغيزستان الوعرة، والتي يصل ارتفاعها في بعض المناطق لخمسة آلاف متر فوق سطح البحر، أغلبها طرق غير ممهدة يتخللها مشاهد الرعي والرعاة والطبيعة الخلابة. تقع قرغيزستان بجوار الصين على حدود مشتركة قريبة من منغوليا وسيبيريا، وهي أحد دول الاتحاد السوفيتي قديما. ما شاء الله. انتظر يا نجم الدين حتى لا تزعجهم. جن علينا الليل، نخيم هنا والصباح إن شاء الله ننطلق. نتعشى في الجبال في قرغيزستان في شرقها، نستعد للغد صباحا، نصلي الفجر وبعدين ننطلق الى الردم ان شاء الله. الان نريد ان نقوي اجسامنا وعقولنا، لذلك نحن ناكل مكرونة الذي يصنع يعني بسرعه كذا، نضع فيه ماء ساخن وخلاص. أشرق الصباح وتنفس كعادته، وبدأت حياة الرعي والسعي والكل يبحث عن رزقه.
شبايبة نو تخلص شقة قلت شو نو سوق وشلات هاي سوق شو نو بسم الله ملي كرانسة دا نو بيش نو غازر الله نو تشخانو تمت تمت قولن ترون اخطو وشمش لا ليسوا نهرين بمعنى نهرين ممكن واديين يعني شاف الشريط الأخضر اللي فوق ده شاف الشريط الأخضر ده زي كده إن وعورة الأرض تجعل من اللازم الاستعانة بركوب الخيل حتى نصل لردم ذي القرنين، والآن نبدأ الاستعداد للتحرك. تتخلل جبال قرغستان جداول المياه وكذا حياة البداوة والرعي. قرغستان إحدى بلاد يأجوج ومأجوج في عهد ذي القرنين في القرن السادس قبل الميلاد، حيث لم يكن قد سكنت بعد من قبل الشعب القرغيزي، فقد كانت امتدادا جغرافيا لأرض منغوليا. من سنين وطأت أقدام يأجوج ومأجوج وخيولهم هذه الطرق الوعرة عبورا إلى مملكة ذي القرنين لتعتدي على أهلها وتفسد في أرضهم. مع قرب الوصول إلى ردم ذي القرنين تبدأ مرحلة أخرى يتجهز فيها المتسلقون لحمل ما يحتاجونه فوق ظهورهم. هنا ينتهي دور الخيل ويبدأ صعود المتسلقين سيرا على الأقدام وصولا إلى ذلك الردم. كان هنا بركان انفجار البركان ورأينا في الوادي هناك بعض الأثار اللافا على الحجر وغريب أن بعض الحجر ليس عليها لافا وبعضها عليها هذا يفهم أنه اللافا كان يسقط قطاعات مختلفة يعني. هذا الذي في الجبل ردم خلف الردم يوجد هذا الحجر عليها أثار الحريق في الجهة أخرى هي ليس بحريق. ماذا؟ أيده تبتغى أيده أيده. يوانا؟ جردام تيويدين. من؟ أتين. شاعر القرآن. أتين باتين كسر لطبا ونيكين زوم. آمين. Сырта, 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 сыр
لحظات قلق وانتظار دائمين، تترقب الأعين الشاخصة ظهور الردم العظيم لذي القرنين الذي انتظره ملايين البشر على مدار قرون عدة. نلاحظ أن الجليد يغطي الردم باستواء شبه عمودي مسطح نظرا لاستواء الحديد وتسطحه أسفل منه، وقد ظهر وسط وعورة الجبال أنه بالفعل من صنع البشر. إن من اتباع الأسباب عند ذي القرنين أنه استخدم زبر الحديد الموجود بتلك المنطقة نتيجة النشاط البركاني في صناعة هذا الردم. إن الجبلين المتقابلين في اللغة العربية يطلق عليهما صدفين، ويظهر هذا جليا أمامنا وهما متصلان بحافتي ردم ذي القرنين مساويان له في الارتفاع عند الالتقاء بقمته، كما قال سبحانه: حتى إذا ساوى بين الصدفين. تهبط الطائرة المروحية على حافة أحد الصدفين أمام الردم، ويظهر الوادي بيد أنه يستحيل النزول إليه من موقعنا هذا. آتوني زبر الحديد. الزبر زي غرفة جمع زبرة اللي هي القطعة من الحديد الكبير، ومش حديد وبس. قال وبعدين هاتوا نار أو قدوه حتى تحمر كده وتنفعل، وبعدين مش هيحط أسمنت يملي الفجوات، لا هات نحاس مزاف واغلوا النحاس المزاف وحطوه كده عشان يتقلل الفجوات اللي بين الايه اللي بين الطوب المسلح بقى العمل. آتوني ايه؟ زبر الحديد. حتى إذا ساوى بين الصدقين، صدقين جمع صدق، الصدق هو الجامع. سأصرف عن آياتي الذين ايه؟ يصدفون، يعني ايه؟ ياخدوا منا جامع. يبقى الصدق هو الجامع، وما دام جبلين كده زي ايه كده، يبقى بينهم ايه؟ الفتوى دي. عايز هم ويعمل الفتوى دي. أيام الحديد ووضعه وخلهم يعملوا إيه؟ ساوى بين الصدفين. ساوى بين الصدفين يعني بين الجانبين. ساوى يعني إيه؟ إدى مباني أو إدى حديد في علو الإيه؟ الجبلين. وبعدين قال هاتوا لي إيه؟ أفرغ عليه إيه؟ قطر. قطر ده هيتخلل الإيه؟ زي الأسمنت لما بنبقى مرقه كده ويدخل في الإيه؟ بين الحديد وبين الإيه؟ وبين الزرقاء. آتوني أفرغ عليه إيه؟ آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين أي الجانبين تساويا، قال انفقوا انتوا تنفقوا. جابوا الكير وقعدوا انفقوا خلاص. حتى إذا جعله نارا التهب الحديد كده، قال آتوني أفرغ عليه إيه؟ قطرة نحاس مزاف. وبعدين شوف بقى الحديد، الحديد اللي صفى وبعدين صب عليه إيه؟ نحاس إيه؟ مزاف. يطلع أول ساوى بين صدفين أدي علوم، والعملية اللي عملها من المدد يطلع أمنس وناعم. مدام علوم يبقى ما يستطيعش رسوم المعادون إنهم إيه؟ يظهروا وأجيبوا على ظهره ويعلوه. ومدام بالشكل ده الإمكان اللي ماسك ما يقدروش يشعلقوا فيه زي الزحلق. نحن على قمة الجبل الذي فيه الردم. بدا الردم وقد غطاه الجليد صيفا وشتاء يعود ذلك إلى الحديد الذي يحتفظ بالبرودة والجليد طوال العام أكثر من الأحجار، وذلك على مدار 2600 عام. يتضح كم هذا الردم شاهق الارتفاع، وذلك من سقوط قطعة الجليد واختفائها قبل الوصول لأسفله.
إن حديث يأجوج ومأجوج يحفرون الردم حديث ضعيف سندا ومخالف للقرآن الكريم متنا، لقوله تعالى: وما استطاعوا له نقبا. Çatkal çok usu, çatkal kırkat olsun daha. Sıra davay! Temirdin bar ekenin de jok ekenin metalды издеп табыш. Мына бул жерден бир нерсе чыйып булдады. Мына бул жерде бир нерсе жатат. Бул мөңгүнүн калыңдыгы болжол менен من يسقط أسفل هذا الردم سيكون مصيره مثل هذا المجسم. قال هذا إيه؟ رحمة من ربي. رحمة، يبقى أسند النعمة إلى المنعم الإيه؟ الأعلى. قال هذا رحمة من ربي، لكن أنا عملت حاجة بس للدنيا، حاجة للدنيا، لكن إذا جاء وعد ربي في الآخرة يعملوا إيه؟ يبقى ذكر أمان. نعم. روي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال: إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عندي المنارة البيضاء شرقية دمشق، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ أوحى الله إلى عيسى ابن مريم أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتاله، فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، يعني يسعون موضوعات شر بقى وعايزين يحطموا الدنيا. واقترب الوعد الحق، كونهم يجوا من كل حدا بينسلون ويقوموا اهل الفساد على اهل الخير ماشي هيطول. ليه؟ لان الله يقول زي ما يقول: اقتربت الساعه، يعني يا غافل تنبه ان ساعه الحساب قربت. فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء. ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خير من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. يسعدني ويشرفني أن كنت في صحبتكم أثناء عرض هذه السلسلة المباركة، وأوجه جميع الباحثين بالتقدم إلى هذه القناة لعرض أبحاثهم، لعل الله أن يجعل فيها خيرا كثيرا.
وختاما لكم مني طارق اسماعيل وجميع فريق العمل خالص التحيات والشكر على طيب المتابعه. ونخص كل من ضرب معنا بسهم في نشر هذه السلسله الوثائقيه المباركه. وما تنساش تنشر الحلقات وتنشر الروابط. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله كلوا مكرونه وتصحوا. دعاية المكرونه.